السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجل تحسين ورقي تعليم اللغة الإنجليزية لدى الأطفال، أقدم لكم عدة فيديوهات خاصة بهذا المستوى. The Magic Book، تعلم اللغة الإنجليزية للأطفال الصغار. أذكركم أطفالي الأعزاء بشخصية بنجي المحبوبة. إذن أذكركم فيما سبق، سوف تقلدون هذه الحركات. هيا جامب، جيد، سيت داون، نعم، ستاند أب، ممتاز، تيرن أراوند، جيد. قوموا بقراءة هذه الكلمات، هذه التعبير. جامب، ممتاز، سيت داون، رائع، ستاند اب، ممتاز، تير اراوند، هيا هيا من جديد، تير اراوند، واصل واصل، تير اراوند، ممتاز. هيا يا أطفال، قوموا بقراءة هذا الحوار. Hello, what's your name? Eddie. Bye bye, Eddie. Bye bye. Listen and play the Benji Hunt. Hello, what's your name? Benji. Hurrah! I am Benji. Hello, I'm Benji. I am Benji. يا أطفال الأعزاء، أقدم لكم School Things. School Things، الأدوات المدرسية. إذن استمع جيداً، حاول قراءة هذه الكلمات، وكذلك قلد. Listen, sing and mime. المحفظة. Backpack. Backpack. المحفظة. Backpack. Backpack. المقلمة. Pencil case. Pencil case. Pencil case. Backpack. Pencil case. Pencil. القلم. Pencil. Crayon. Crying. قلم التلوين. Crying. Oh, it's nice. جميل الرسم. Oh, it's nice. Backpack. Backpack. Pencil case. Pencil. Pencil. Crying. Crying. Oh, it's nice. Oh, it's nice. It's very nice. أيها التلاميذ الأعزاء، أطفالي الأعزاء، أقدم لكم بعض الأدوات الخاصة بالمدرسة. مثلا pencil، pen، eraser، book، crayon، pencil case، أعيد معي، pencil، pencil،
Ben. Ben. Arise. Arise. Book. Book. Crying. Crying. Pencil case. Pencil case. هذه الفتاة تسمى مولي. She is Molly. وهذا الفتاة يسمى نيك. He is Nick. نيك مولي. This is my backpack. This is my backpack. It's green. وكذلك نيك. This is my backpack. It's blue. It's blue. أعيد معي مرة أخرى الأدوات المدرسية أو بعض الأدوات المدرسية. Pencil. Pen. Eraser. Book. Crayon. Pencil case. Backpack. Green. Backpack. Blue. إذن نكتفي بهذا القدر أيها التلاميذ الأعزاء، أطفالي الأعزاء، ونلتقي بكم في فيديو قادم لكي نتعلم سويا اللغة الإنجليزية للصغار. Goodbye.